المشروع بتاعنا المساحة الإجمالية 6 مليون متر مربع، 1250 فدان، عدد الوحدات في الإجمالي المشروع فوق 3500 وحدة. المرحلة الأولى في حدود 980 وحدة إن شاء الله تكون تتسلم إن شاء الله على ديسمبر 2019. خلينا نسأل حضرتك عن القيمة الإجمالية للمشروع، بتبلغ كام تقريبا؟ يعني خلينا في المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها، بنتكلم فوق كم مرحلة المشروع؟ مرحلة هما 3 مراحل، المرحلة الأولى 4 مليار، وإن شاء الله المشروع في حدود ال 15 مليار جنيه. كم مرحلة هيتم تنفيذه عليه؟ في 3 مراحل مبدئيا دلوقتي. كل مرحلة يا فندم حاط لها جدول زمني، المرحلة الأولى هتضم وحدات سكنية وحدات فندقية، يعني عايزين تفاصيل كل مرحلة من حضرتك. المشروع طبعا سياحي فندقي، وطبعا وحدات مصيف. المرحلة بتاعتنا الأولانية تخلص إن شاء الله تتسلم ديسمبر 2019، وتقريبا احنا هناخد معدل تقريبا تسليم 3 سنين في كل مرحلة من ساعة ما نبتدي، من بداية كل مرحلة. يعني المشروع كله من أكبر المشاريع اللي موجودة في منطقة رأس الحكمة، دي منطقة جديدة ودي يعتبر من أوائل المشاريع اللي هناك. قربه لطريق فوكا الجديد هيبقى عامل جاذب جدا. المشروع هيحتوي على بحيرة صناعية تقريبا في حدود 900 ألف متر، هتساعد ان بالاضافه لشاطئ ساحلي في حدود ال 1800 متر على الساحل، بحيث ان اكبر عدد من الوحدات تقريبا فوق 80% يكون عندها صوره بحر. احنا انت عارفه الناس بتطلع بتستثمر في الساحل عشان تشوف المايه، مش عشان تقعد في يعني في وحدات خرسانيه. يعني تقريبا حجم الشواطئ الفيو اللي على الشواطئ في المشروع في حدود ال 12 كيلو. خليني اسال حضرتك على بدء تنفيذ المرحله الاولى من المشروع، المقرر بداها امتى؟ هيبتدي ان شاء الله في اخر السنه اللي احنا فيها دي في 2016، يعني ديسمبر او يناير 2017 ان شاء الله دي البدايه الفعليه.